لبيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الأعمال الفنية الجميلة التي تتغنى بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لنتعرف سويا على آمنة. ساعة الطهر وكم ها هنا لب الكرم أحرم النور بها طاف سبعا والتزم كل خطب إن ألم زال في حد الحرم ها هنا ولد الكرم بس بها جل القسم قام صارح من قيام أكمل الدين وتم أمة قلوبها قبلة تهوي لها كم يتوبون لا أمنهم أمن الحرم كل خطب إن ألم زال عن أرض الحرم عالجوا خطبا ألم زال في ظل الحرم كل خطب إن ألم شملنا سيلتئم بالقرار نلتزم لنصلي بالحرم كل خطب يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو الأستاذ الشاعر طارق عطالله كاتب كلمات كليب آمنة، حياك الله. يا هلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. سعد أستاذ المشاهدين، بداية خلينا نتعرف على أول حاجة فكرة الكليب وكيف كتبت هذه الكلمات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكر لكم هذه الاستضافة في مثل هذه الفترة الجميلة، فترة يعني خروج حجاج بيت الله الحرام بعد تقبلهم بإذن الله سبحانه وتعالى من مشعر عرفات، وجودهم في هذه الليلة في مشعر مزدلفة وانتظارنا جميعا ليوم الأضحى المبارك. نهنئ الجميع ونهنئ أستاذ المشاهدين بهذه المناسبة المباركة. بالنسبة لكليب آمنة، حقيقة في بداية فترة الحجر الصحي الذي مررنا به جميعا طبعا وخصوصا في مكة المكرمة، فكان الأمر يعني يسبب يعني نوع من الاستفهامات والخوف، فإحنا أحببنا من خلال هذا الكليب أن نقدم رسالة أن مكة بقعة طاهرة وآمنة مهما مرت بها هذه الجوائح فإنها إلى زوال، وهذا البيت سيبقى معظما وطاهرا، وبإذن الله سيكون لنا في هذا المكان لقاء قريب. فطرأت الفكرة فأحببنا أن نتواصل مع الفنانين والمنشدين، وعندما علم الجميع أن العمل هذا مقدم لمكة المكرمة وللجهات العاملة في مواجهة هذه الجائحة سواء كانوا في القطاع الصحي أو كانوا في القطاع الأمني أو كانوا في القطاع التطوعي، فعندما علموا أن الأمر مقدم لكل هؤلاء ولهذه البقعة الطاهرة الكل أبدأ استعداده وشارك معنا في هذا العمل. يا سلام. طب هل كان في مثلا صعوبات واجهتكم في إخراج هذا العمل؟ حقيقة العمل تم تنفيذه منذ بداية الفكرة إلى فترة الإنتاج الصوتي إلى فترة الإنتاج المرئي
تم إنتاج كل هذه الأمور في فترة الحظر الكامل على مكة المكرمة. كان في صعوبة من ناحية التقاط بعض اللقطات والصور وخروج الزملاء المصورين لإحضار هذه اللقطات والصور، خصوصا مثلا ما كان يتعلق بالمسجد الحرام، كان يمر بي يعني أيضا فترة يعني إقفال. أيضا وصول بعض الفنانين إلى أماكن التسجيل الصوتي، فهذا كان يسبب إشكالية. فقضية الحصول على التصاريح يعني أخذنا وقت حتى حصلنا على التصاريح، ثم استطعنا أن يعني ننفذ هذه اللقطات وأيضا أن نسجل بعض المقاطع الصوتية. ما شاء الله، يعني طارق الكلمات المذكورة في الكليب ما شاء الله يعني جميلة جدا وتصف مكة بطريقة رائعة جدا. هل لك كلمات أخرى مثلا كتبتها عن مكة المكرمة؟ هو حقيقة مكة نبض يعني يخفق فيها خوافق كل المسلمين، صحيح، ويتغنى بها الكثير من الشعراء، سواء من الشعراء الذين سبقونا في العهود السابقة أو الذين ما زالوا أو بإذن الله الذين سيأتون. يعني أن مكة نبض لن يتوقف بإذن صحيح. الله تعالى. وحقيقة خصوصا وإن كنت مثلا من سكان هذه البقعة الطاهرة، فمكة المكرمة لن تكون مدينة تطرأ على بالك، ولن تكون بقعة جغرافية يزورها الناس، إنما هو معنى عظيم تعيشه في بكل حواسك. السلام. فلذلك يعني لن تخلو أيامك مهما كانت، يعني مهما يعني تقلبت بك الأحوال والظروف، مهما مرت بك الأيام، لن تخلو هذه الأيام من كتابة، من خاطرة، من زيارة، من عبرة تسبلها من لأجل هذا البيت. يا الله السلام. فأكيد هناك كتابات سابقة عن مكة المكرمة ولن نتوقف بإذن الله. ما شاء الله. طيب خليني أتكلم كمان عن الأعمال الإنشادية. هل قد كتبت يعني مثلا أعمال غير آمنة؟ نعم، هناك في فترة الجامعة كان هناك أوبريتات تقام على مستوى الجامعة وعلى مستوى مكة المكرمة، فكتبنا مجموعة من الأوبريتات وشاركنا بها من حيث الكلمات يعني. نعم ممتاز. طيب نبغى نسمع منك كذا كلمات كتبتها أنت مثلا عن مكة، أو حتى الكلمات التي ذكرت في الكليب لكن بصوتك عن الشجر الجميل. طيب ماشي، سعدني إذا تسمح تأخذ المايك عشان الصوت يكون أوضح إن شاء الله. طيب اسمحوا لي يعني أن أنقلكم من هنا من الاستوديو ومن الشاشة إلى رحاب البيت بإذن الله، ونحن ندخله بإذن الله آمنين إن شاء الله بإذن الله. أقول في هذه الأبيات: أسير ميمما شطر الجلال، وفي سمعي أذان من بلال، وفي شفتي تراتيل وشكر، وفي قلبي تباريح الوصال، وفي عيني تجلى البيت صرحا شموخا طاول الشم العوالي، وحول البيت تهليل وذكر وحمد للمهيمن ذي الجلال، وفيه نسائم الرحمات هبت تسوق العالمين إلى الظلال، إذا نادى منادي الحق لبوا وقاموا كالمحب لدى الوصال. شفيت الشوق من ماء معين، وأترعت الكؤوس من الزلال، فزدني من نمير الحب كأسا، فليس بغير زمزم من بلالي، أسابق خطوتي وأذوب شوقا وأذوي والمحاجر في اشتعالي، لعل بركنها أشفي غليلي أقبل من يواقيت الجمال. إذا دهمتك في الدنيا كروب كأن لهيبها لفح الزوال، ستلقى في رحاب البيت أمنا وسعدا ليس يوصف بالمقال. السلام يا السلام، ما شاء الله تبارك الله، كلمات جميلة جدا، وبصراحة حركت يعني المشاعر لمكة المكرمة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني زيارة مكة المكرمة في أقرب وقت بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب خليني أتكلم معك بما أنه أنت من أهل مكة ما شاء الله تبارك الله، وهذا يعني شرف كبير جدا أن تكون من أهل مكة. هل يعني قد حصل لك الشرف بخدمة الحجاج والعمار فيما سبق من أعمال؟ هو حقيقة قبل أن يكون شرف هو مسؤولية عظيمة، لأن هذه البقعة ترى لم يختارها أحد من الناس، صحيح. الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارها سبحانه وجعل لها المكان العظيمة، وامتن على كل من زارها أو سكن فيها بالأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم نمكن لهم حرما آمنا. فكل هذه المعاني يعني تدور حول هذا المكان، فهو قبل أن يكون شرف هي مسؤولية عظيمة لأهل هذه البقعة الطاهرة حقيقة أن يكون على قدر عظمة هذا المكان وتعظيمه وتشريفه وإجلاله في القلوب قبل أن يعني يكون يعني كلمات تقال، صحيح. أو تروى. والحمد لله فضل الله يعني منذ الطفولة يعني نشأنا أصلا في حي مجاور لمشعر منى، ما شاء الله، وكان بيتنا على مدخل منى، فمنذ الطفولة يعني الأهل عودون على قضية السقية، كنا نحاول نسقي كل المارة الذين يمرون دخولا إلى مشعر منى من خلال جسر الملك عبدالعزيز سابقا، ملك عبدالله حاليا في حي العزية تقريبا. ثم بعد ذلك في الفترة الجامعية ساهمنا في قضية كنت في أندية الجوالة وشارك في إرشاد الحجيج وخدمتهم، وأيضا كنا نشارك أيضا في قضية إرشاد حافلات الحجيج، كل هذه الأمور مرينا بها. أيضا في داخل المسجد الحرام من خلال تعظيم عبادة الحرام كان لنا برامج تواصل مع الشباب العاملين سواء في عربات الطائفين أو في إرشاد التائهين أو في كل المجالات التي كانت مجالات التطوعية التي كانت تقام في المسجد الحرام. ما شاء الله تعالى. طارق الله يعطيك العافية، أنا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، وأنا ترى على فكرة مسميك في جوالي طارق القلوب. الله يسعدك. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك لتواجدك معنا. وشكرا لكم على الاستضافة. شكرا. كل عام وأنتم بخير.